والله هو الفيلم انا بعمل شخصيه مراد، هو شاب معاه 3 اصدقائه، في منهم اللي اتجوز واللي ما اتجوزش، فهم بيقرروا فجاه ان هم يرجعوا للمراهقه شويه، ان هم ايه عايزين يسافروا مع بعض من غير زوجاتهم من غير اي حاجه، فبيروحوا قريه ما، فبيتعرضوا لمواقف كتير بتشقلب لهم بقى حياتهم، وبعدين معرفش بقى هيرجعوا ولا ما يرجعوش. هو الفيلم بسيط لايت، اتمنى ان الناس تتبسط بيه ويعني يضحكوا منه. بس علاقه الفيلم باسم فيلم النجم الكبير يحيى الشمراني خرج ولم يعد، فالبعض بيربط بقى ما بين ده وما بين ده، لا هو ما لهوش علاقه، وبعدين مش انا اللي سميت الفيلم، هو الفيلم بينزل باسمه كده زي ما بيقول ده، دي شو المخرج المنتج شركه الانتاج، لكن هو ما فيش تماس ما بين الفيلم ده او الفيلم ده، يمكن بس فكره ان ناس خرجت بس. كلمني عن تجربة عرض الفيلم، شايفه زي ان هو خاصه قبل كل الموسم اللي فات؟ والله برضو دي يا صديقي دي مش راجعه ليا، دي بتاعه الانتاج، انا اللي تقدر تقوله لي انت حبيت الدور اللي انا عملته ولا ما حبيتهوش. انا راجل مخلص في عملي جدا، بحاول على قد ما اقدر ان انا ابذل اقصى ما عندي، ان انا اعمل ادوار الناس تحبها، ربنا بيوفقني الحمد لله، الحمد لله في معظم اللي عملته، فببقى نفسي ان طول الوقت ابقى بدور على ادوار صعبه الناس تحبها، بقى عندي قدر من المسؤوليه اني مثلا بعد ما عملت الاب الروحي وايوب والناس حبتني في شديد الخطوره او مسلسل بحرة ولا ليالينا 80 او السنه اللي فاتت في مسلسل بابلو او الاختيار، وان انا الحمد لله الناس بتقول عليا ان انا مش متصنف، يعني بروح اعمل طلقه حظ فالناس بتضحك مني، بروح اعمل حاجات، فهو ده اللي تقدر تقول لي عليه. لكن فكره ان الفيلم نزل دلوقتي وين ربنا يجعل له الخير، اللي انا بتمناه ان اتمنى طبعا الفيلم يجيب ملايين والفيلم يكسر الدنيا، ولكن انت عندك قبضه الهلالي نجح وكسر الدنيا وضد الحكومه ما فهي مش مقياس قوي الايرادات، وما بزكيش الفيلم بقول لك فيلم عظيم ولا اخره، بس انا الفكره كلها ان في ناس تقول لك لا ده الفيلم وحش انت شفته، طب شوف يمكن يطلع لذيذ، ما بقولكش عامل فيلم، انا ما بزكيش فيلمي انا ما اقدرش اقول عليه اي حاجه، بس انا شفت ناس بتحضر الفيلم وبتضحك مبسوط، طب انت ايه الغرض من فيلم كوميدي؟ ايه الغرض من فيلم كوميدي؟ ان هو يضحك الناس. طيب ادم احنا نجحنا في الهدف ده ان شاء الله، يبقى هو ده اللي انا اقدر اقول ان انا فشلت فيه او نجحت، لكن فيلم يجيب ايرادات او ما يجيبش ايرادات مش موضوعي، مش انا المسؤول ده عن ده دلوقتي، ولكن الفيلم ممكن لما ينزل التلفزيون مثلا او على المنصات الناس تحبه جدا وتضحك منه فيعيش، فيلم 4-4-2 ما حققش ايرادات مع انه ايقونه كوميديا بالنسبه لي. بس كلمني عن اعمالك الفنيه اللي جايه اللي بتحضر ليها. والله ان شاء الله، بص انا قدامي مسلسلين بقراهم، هشوف انه الاصعب وهعمله، لو الاثنين صعبين هعملهم. كان من فتره مش كبيره يعني كنت اتكلمت عن في حاجه كده حصلت على تويتر ومشكله لا هو اللي حصل ان هو انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده بس خاص بالسينمات، يعني في ناس راحت السينما مثلا في اسكندريه سينما امير تحديدا، انا مش بروح كل السينمات وبتاع، فالناس بتقول انا عايز احجز حفله 6 الفيلم خرج ولم يعود، فقالوا لهم كومبليت، قالوا تمام احجز لي حفله 9، راح وصل لبعض وقال له كومبليت برضه، لا هات لي بقى مدير السينما، فطلعت ولا كومبليت ولا حاجه، وهم بياخدوا تعليمات ان اللي يجي لك يسالك عن الفيلم وقول له الفيلم كومبليت بس. كان في قبلها برضه ما اعرفش بقى هل ده بيحصل في معظم دول العرض ولا لا، ما اعرفش هل دي سياسه هم متبعينها ولا لا، بس انا بقول لك عن واقعه حصلت بالفعل. كان في قبل كده مشكله حصلت بالنسبه لعدد المتابعين عندك؟ ده حاجه في الدعم التقني كان على مستوى تويتر، انا يعني عندي متابعين الحمد لله كلهم اخواتي وبحبهم، ففجاه في 300,000 لقيتهم مش موجودين، فايه ده ايه ده ايه ده فين الناس؟ بعدين تاني يوم لا طلع هم عم مارك ده ولا إليسون بقى ما اسمه ايه ده مش فاكر اسمه ايه عمال يخرف في الدنيا. لا 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 في دي لا لا خالص، لا لا انا كتبت بالظبط كده قلت يا جماعه انا فين الناس اللي كانت موجوده عندي فين صحابي بس. لكن ما هياش مثلا ما فيش اي منافسه خالص او اي يعني بيبعت لي بقى روبورتات كتير على البيج بتاعت الصفحه بتاعتي بتاعت الفيسبوك، اقسم بالله مش عارف في ناس عايزه الله اعلم، اصل اصحاب القلوب المريضه مش قليلين برضه، ربنا يكفينا شرهم. طب كلمنا بقى ادي للجمهور على بما انك كفحت شويه كلمنا عن الكفاح بتاعك في الاول.
ما دي بقى ده قصة طويلة، احنا جايين نحضر الفيلم ولا اتكلم عن كفاحي؟ ده ما مشوار. بس اللي اقدر اقوله ان لكل مجتهد النصيب، وطول الوقت انا برضى، بس في نفس الوقت لا انا عايز اعمل اكتر واكتر واكتر، بس بحس ان ربنا كرمني طول الوقت، امبارح غير النهاردة. قبل كده كنت بعمل مشهد، دلوقتي بعمل مثلا بطولات، بعمل ادوار مهمة، رحت مهرجان كان السينمائي، فعندي الحمد لله غير لما كنت بمثل على خشبة المسرح في الجامعة، مع اني كنت ببقى مستمتع جدا. بس اللي اقدر اقوله ان كافح على قد ما تقدر، ما تيأس، ربنا عادل وكريم. فده اللي اقدر اقوله يعني فكرة الخفاح. لكن اكلمك عن تفاصيل هتقعد تعيط والله، اخليك تبكي، مش عايز بقول الحاجات دي. جداً ربنا يخليك، تسلمني، ميرسي جدا.